هلا والله فيكم، انا ليث وجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم يا جماعه احنا بلعبه روبلوكس في ماب الهروب من الكابوي، بس اليوم ان شاء الله راح نلعب بالصعوبه الصعبه، انه قبل لعبنا بالصعوبه السهله وختمناها، فاليوم حنلعب بالصعوبه الصعبه. بس قبل ما نبدا، مشاهده ممتعه للجميع ويلا نبدا. فبسم الله يا جماعه نضغط بلاي ونختار يا جماعه الصعوبه الصعبه، يلا نضغط عليها الهارد ونشوف هسه وين راح نبدا. بدينا كالعادة زي الماب الماضية، وهنا برضو بتقدروا تعملوا دونيشن يعني لصاحب الماب علشان تدعموه، عشان يقدر يعمل لنا مابات كثير ونقدر نجربها ونلعبها معاكم. تمام، هسه خلينا نجمع لنا الكياس هاي. اوكي، جمعنا اول كيس من اصل 30. خلينا نطفي الهنت من حرف الاتش. تمام، طفيناه ونيجي مباشرة ناخذ الكيس الثاني تبع المصاري. كويس، يعني لازم نجمع 30 كيس زي ما بده صاحب الماب، لانه راح يكون في جائزة يعني اخر الماب انه ناخذ اشيفمنت انه ختمنا الماب، وهذا اشيفمنت جدا حلو انك تاخذه انك اصلا ختمت الماب. تمام، خلينا نيجي هذا ناخذ الكيس. تمام، بقابش اجي هنا كالعادة، بس اذا انتم ملاحظين يعني انه بالهارد راح يكون في شوية شغلات اضافية بونص، زي هذا الاشي الشوك هذا راح يقدر يموتني، قبل ما كان موجود في الايزي، بس انه بالهارد راح يكون في كثير شغلات صعبة يعني مصعبين الماب، يعني راح يكون في جواته اشواك وليزر وشغلات اكثر واكثر. تمام، يلا ناخذ الكيس هذا تبع المصاري، وهسه خلينا نضلنا مكملين وماشيين لقدام. تمام، لازم شوي شوي ننتبه من الكابوي، لان الكابوي صار عددهم اكثر واكثر. اركض يا ليث، اركض يا ليث، هسه متت، شفتوا كيف متت؟ متت بسرعه لانه حاطين شوك وهيك اشي. هيك اجينا هنا، انتبه بلاش تموت هنا. خلينا ناخذ لنا الكياس اللي كان ورا هنا، نتاكد. اوه هاي كيس هنا واحد، فيش اشي ورا هنا. تمام، هسه خلينا نضلنا ماشيين من هاي هذا المكان جنب الصبابه، او في كيس هنا جنب الصبابه خلينا ناخده. تمام، ونظلنا طالعين لفوق. بقدرش اطلع لفوق. طب خلينا نضلنا طالعين من هنا فوق البيت، لا في شيء هناك، وبقدرش انط هون لفوق لان المنطقه كثير عاليه علي. تمام، في شيء ورا هون؟ لا ما في شيء. خلينا ننط هنا على الارض وناخذ الكيس اللي هنا. تمام، ونظلنا مباشره داخلين جوا البيت علشان نبلش في اللعبه اللي بدنا اياها وراح نلعبها. يلا بسم الله. في هنا عقبات لازم ننتبه. اوكي، في عقبات هنا لازم نجتازن شوي شوي ليث. اوكي كويس، تمام تمام، نط هنا. والله في كثير عقبات هنا. هاي بس كيف بدي اخذها هاي؟ يلا كويس، لا ما اخذتش كيس المصاري. يلا تمام، لا ما اخذتوش كيس المصاري. هيك هيك اخذت كيس المصاري يعني بطريقه جيده. وهذا جاي علي مباشره، لازم ننتبه. اوكي، اخذنا كيس المصاري اللي هنا، ليش يجينا ورا الصندوق؟ يلا مش مشكله، نيجي هنا فيش اشي برضه، وننتبه هنا من العقبات هاي. دائرة، يلا بسرعة ليث. الحمد لله الحمد لله الحمد لله انه يعني ما طبتش فيها. نيجي هسه ننط هنا وننط هنا وننط هنا. كويس كويس وضعنا، بس خلينا نظبط لنا الزوم لانه الزوم بضل يخرب علي. اوكي كويس انه هاي ما انكسرت فيها هسه. وفي شوكة هنا لازم ننتبه، لانه زي ما قلت لكم حاطين شوية شوك عشان يصعبوها علي اللعبة. تمام، خلينا ناخذ الكيس اللي هنا وننتبه من الشوكة. قبل ما كان في انا شوك، بس انه حاطين الشوك بالعمدا علشان مسكني بسرعة. شوفوا كيف مسكني. طب هسه راح يختفي المفتاح ولا ما حيختفي؟ والله اختفى المفتاح شكله. هسه لازم العب زي الناس لانه المفتاح اختفى، الدليل انه صعب انه العب ضده. تمام، يلا بسرعة بسرعة بسرعة، خلينا ناخذ المفتاح ونهرب منه. يلا بتزبط معانا، بسرعة بسرعة، خذ مفتاح. اهرب اهرب يا ليث، اهرب اهرب. كويس كويس، تزحلق. يلا وين الموزة؟ تزحلق هي بالموزة. تمام، هسه خلينا نفتح الباب، ناخذ المفتاح بايدنا ونيجي جنبه لحاله بيفتح الباب، ولازم نستنى هسه وناخذ هنا الذهب والشغلات اللي بدنا ناخذها. نيجي هنا ناخذ الكيس هذا ونضغط هنا حرف الاي عشان ناخذ الذهب اللي على الارض هذا، المصاري او الكوينات. يلا كويس، هيك اخذنا من هنا، وناخذ هذا الجبل تبع المصاري، نضلنا ضاغطين هنا. تمام كويس والله، خلينا ناخذ هذا اخر جبل هنا بسرعه يا ليث، خذه. تمام، بحرف الاي هيك اخذناه. كويس شوفوا، هيك اخذنا وفتح لنا هذا المكان، وننتبه من الشوك هذا، الشوك او في عظم. خلينا ناخذ الكيس تبع المصاري اللي هون، صرنا مجمعين 14 كيس، فخلينا نضلنا ماشيين هون وندخل من هذا المكان. وشوف شو فيه هسه، يطلع لنا هدول الاثنين من هذا المكان وقول لنا ليش تسرقوا المصاري تبعونا وهيك. فانا سرقت المصاري وبقول لهم ابصر ايش، يعني انا جيت هنا هيك بالغلط يعني نكذب عليهم. فهسه خلينا نضلنا ماشيين عند الزنزانه تبعونهم، بعد ما اخذونا على الزنزانه هاي. شوفوا شوفوا هناك، شوفوا هناك الكابوي، الكابوي هناك نايم يعني نوم. في لاعبه ماتت. يلا مش مشكله، خلينا نضغط هنا. تمام، يلا بسرعه، شوفوا كيف نايم نايم يعني بسابع نومه. تمام، يلا مش مشكله، مش راح نزعجه. يلا خلينا نيجي هنا
وقلنا اضغط على حرف الاي او حنضغط بالماوس هسه ونيجي هنا. كويس والله وضعنا تمام. نيجي النط هنا، نيجي النط هنا. اوم شي اللعبه ماتت، كيف صارت هون؟ ما كيف سبقتيني؟ مش مشكله، هناخذ كيس المصاري اللي هنا، صار معنا 15 كيس، يعني هيك جمعنا نص العدد اللي لازم نجمعه. فهسه خلينا نيجي هنا نشوف ناخذ الكيس اللي ورا اللي اخذناه المره الماضيه، وهسه خلينا نلعب الباركور اللي لازم نلعبه. سوري ليث يلعب الباركور هنا. اوه صار في شوك، صار في شوك، انتبهي ليث، يعني صاروا يحطوا شوك وهيك اشي. اه زمان عديتها من الطرف، هسه الجسم ممنوع على اعديه من الطرف، لازم هسه اعديه زي هيك. قبل كنت امشي على الطرف وما كانش في شوك لونها احمر هاي، فهسه كونه صعوبته صعبه ومتهت. والله صعب شوي، خلينا نشوف. والله يدني اياها من الاول، خلينا نط من الجهه هاي. الجهه هاي تبعت اليسار اسهل من جهه اليمين. اوه في هنا، في هنا مسدس. طب خلينا نشوف شو في هنا، ما في اشي. في كيس مصاري ولا لا؟ خلينا نطلع هيك حوالين. اوه في كنك كيس مصاري اخذناه. هسه لازم نضغط على هاي الكبسه علشان يجي لنا القطار. تمام اجى القطار، يلا 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 القطار، يلا بسرعه بسرعه افتح. تمام هي يلا ندخل مباشره ونكمل باقي الباركور. اوه اوه صار في هنا كمان شوك، كويس والله، يعني هيك يعني حماس شوي علينا. في كيس ورا؟ لا ما في كيس. اوه والله شوي صعبه، بلاش كثير اموت فيها، ما بديش اخليها يعني اني اظل اموت فيها كثير. طلع وين متت؟ متت باغرب مكان، في حدا بموت هنا بين المقطوبتين. اوه كويس انه عمل لي. كيف متت؟ على فكره في غش في الموضوع. تمام يلا تمام كويس كويس هيك. اوه ننتبه من الخط الاحمر، هذول الخطوط الحمر. تمام تمام هيك كويس عديناهم. ونيجي هنا مباشره ناخذ كيس المصاري هذا ونشيل الفحم الحجري اللي موجود هنا على يعني من قدام القطار، وهيك وقفنا القطار، يعني شلنا منه الفحم الحجري من الفرن تبعه عشان يوقف. اوه احنا هنا القطار وقف، خلينا ناخذ هناك كيس المصاري اخذناه. تمام هنضلنا ماشيين. اوه في هاي زي ما قلت لكم البقعه الحمراء. تمام ننتبه ننتبه منها. شوف في اشي هنا، في اشي نقدر ناخذه. اوه في مصاري فوق، خلينا نيجي ناخذها كيس المصاري هذا. تمام هيك اخذناه، هسا نرجع مكان ما لازم ندخل. وفي هنا مسدس بس مش راح ناخذه او نشتري، فمباشره خلينا ندخل. طلعوا كيف هدول بصوبوا، يلا طخوا. تمام هسا طخوا. اوه كثير بطخوا، اذا انتم لاحظتوا صاير يطخوا كثير، يعني عن قبل كانوا يطخوا شوي شوي، هسا صاير يطخوا كثير. تمام وصار في شوك هنا كثير وكثير شوك، عشان يمكن اتعرقل وهيك اشي، يلا طخوا. تمام كويس كويس هيك انا عديتهم. هنا خلينا ناخذ هناك كيس المصاري اللي هناك مباشره، يلا ننط على الكرسي. تمام هيك اخذنا كيس المصاري، هسه خلينا نضلنا ماشيين لفوق على السلم هذا، يلا بسرعه بسرعه على السلم. كويس هيك طلعنا السلم، نضل ماشيين. هننتبه من هدول الشوك، الشوك والمي هاي. السؤال هاي المي بتقتل ولا لا؟ شوف او بتقتل فك، يعني ما هي مي المشكله، مي بتقتل يعني مش عارف شو احكي بصراحه. المهم انه في انا تشيك بوينت. تمام نيجي ننتبه النط هنا. تمام والنط هنا كويس بسرعه، هيك عدينا هذا المكان. اوه خلينا ناخذ كيس المصاري اللي هنا، هيك صرنا مجمعين 23 كيس من اصل 30 كيس. تمام خلينا نضلنا ماشيين هنا. في هناك شيء؟ لا ما في شيء. نط هذا الباب. اوه صافي الشوكه كيف قتلتني، المشكله ما لمستهاش. هسه لازم ننتبه لانه الشوك صايب يعني يضحك علينا شوي، انه ابصر كيف قتلني وانا اصلا مش لامسه. خلينا نضلنا هسه ماشيين مباشره وننزل على هاي الأرضية لأنها أرضية عادية. نتأكد إذا في كياس مصاري هون أو لا، ما في كياس مصاري. ننتبه من هاي المادة على الأرض اللي لونها أسود، أتوقع إنه هي نفط أو إشي الله أعلم، بس ننتبه منها المادة هاي بلاش تقتلنا. هسا خلينا ناخذ لنا كيس المصاري اللي فوق. أوكي أخذنا كيس المصاري، وننتبه هسا من الخشب. نط هنا كويس كويس، ونط هنا. أوه متهت، يعني هذا إذا لمست حتى الخشب نت في هيك، لو لمست بس البكسل بموت. تمام هسا ننتبه. أوه لمستها كمان مرة بالغلط، يا ليث انتبه مش لازم تموت هون أكثر من مرة. تمام إيش هاي الإشي، كيف هيك شلناها الحمد لله. تمام نط هنا ونط هنا. كيف متت؟ متأكد إنه جلتش، لأنه مستحيل يعني كيف متت. اللعبة نفسها علقت، السيرفر علق، أنا وأنا مالي إذا السيرفر علق. أوكي يلا مش مشكلة، هسا نيجي ننط هنا ونيجي ننط هنا. كويس هيك عدينا هذا المكان، نيجي نختار هاي الخشبة، بعدين نختار الخشبة هاي، لأنه المرة الماضية زي ما قلت لكم بالمستوى الإيزي فيها الماب خلاص ختمناه وقدرنا نلعب هاي الأماكن. فهسا خلينا نضلنا ماشيين لقدام. أو أعطونا هنا طاقة الفيار، لا متنا
ما لحقناش ننط زي الناس، فهسه لازم نستنى لين ما تجينا الطاقة ويلا مباشرة وننط. هنا متت، تسابعت كثير في النط، مش لازم يليث تتسابع في النط، لأنه إذا بتتسابع في النط راح تموت أسرع. فخلينا ظلنا ماشيين هنا. تمام، كويس كويس، ننتبه من الأشواك اللي حاطين لي إياها قبل ما كانت موجودة، شكلهم بدهم يصعبوا علينا الموضوع وإحنا نفوز. تمام، نيجي هنا وننط هنا شوي 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 شوي. متت من الصبابة، ما توقعتش إن الصبابة هي تقتلني بصراحة. هنا ونيجي ننط هنا. اه مشكلتي مع هالشوك هذا، الشوك هذا بضل يدمجني ويقتلني. كم اللي قتلوني المرة هاي؟ تمام، شوي 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 شوي. اوه خلص هسه اجينا عند البوس هذا، لازم نقتل هذا البوس. تمام، ناخذ كيس المصابي ومباشرة نقتل فيه. يلا يلا مباشرة موت، يلا 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 موت. كويس كويس، هسه لازم ابعد عنه. برضه صار في اشواك حوالينه، طلعوا كيف؟ اشواك يعني عشان انه اتدمج وهيك واموت. يلا موت. تمام، مشكلتي اذا متت من هاي الاشواك برجع عيده من اول. اوه ننتبه منه ننتبه منه، قاعد بضرب علينا طلقات غريبة. تمام، يا الله كثير قريب مني، بلاش هسه يضربني او يفصني او اشي. تمام، هيك هيك دمجناه كويس، يعني ظله شوي يعني دمج ويموت. تمام، يلا موت. كويس كويس كويس، مشكلته انه سريع يا جماعة، سريع كثير سريع كثير. بسرعة بسرعة، ايوه ايوه موت، يلا يلا موت. مشكلته انه جنب، يا والله بدي يدعسني. اوه الحمد لله ما زبطت معي. يلا بسرعه موت. كويس، ظلوا لايده هاي تموت. قربنا نوصل نص دمجه. تمام، نص روحه هانا تحت، قربنا نوصل اياه. يلا موت. كويس كويس، هيك وصلنا بالنص بالضبط، يعني ظلنا شوي يعني نص يعني هيلثو ويموت. تمام، يلا خلينا نظلنا ماشيين، ننتبه ننتبه بلاش يدعس علينا. يلا موت، يلا يلا صرنا اقل من النص. موت، وي لا 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 طيبني برا الماب. لا مي علينا، ومشكلته انه قريب مني كثير يعني على فكرة. يلا موت، ايوه يلاك شوي بتموت. يلا موت موت. تمام، اوه يا رب يا رب ما اموت، ايش فيه؟ اوكي كويس، ما يطلع لي الشوك هيك. يا الله الايم عندي، الايم عندي مضروب. تمام، مشكلته انه المسدس بضرب مرات عكسي. يلا 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 يلا, يلا عليك، ليش بيجيش فيك؟ انا مش عارف انت شكلك واسطة. تمام، يلا ايوه 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 ضل ضلنا كمان ضربة. ننتبه 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 ننتبه، ايوه ضلك ضربة 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 واحدة واحدة واحدة. اوه الحمد لله فزنا فزنا، قتلنا قتلنا الحمد لله. سخان ظلنا ماشيين، فتح لنا هذا الباب، خلينا نلعب فيه باب كور وننط هنا وننتبه، لانه بصراحة الوحش هذا كثير عصبني كثير عصبني الوحش هذا، يعني اخذ كثير من وقتي وانا بحبش وقت يضيع على وحش زي هيك. تمام، يلا بسرعة ننط هنا ننط هنا ننط هنا. تمام، فيش اشي تحت، يعني قبل ما بنزلت تحت ومتت بلا سبب، اللعبة قتلتني او موتتني. تمام، نيجي من هنا ننتبه، او في هنا كيس خلينا ننط عليه مباشرة. تمام، اخذنا هذا الكيس، ننتبه من هاي الاشواك اللي موجودة حوالينا ونط على هاي العب. لا 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 وقعت في اللافا، مش مشكلة مش مشكلة، هسه خلينا ننتبه ونط على هاي العبابات. لا 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 انتبه ليث شوي شوي، نط على نط على هاي العبابات. تمام، وهسه خلينا نضلنا طالعين على الحبل هذا، الحبل شوي 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 شوي. تمام تمام، هسه ننتبه من اللافا هاي اللي بتنزل، اوكي، او الماغما. يلا مش مشكلة، ندخل مباشرة ونشوف هسه وين بدنا نوصل. احنا هسه معنا تقريبا 28 كيس. اوه اجينا هنا، يلا يلا كويس كويس، صرنا بالتودي ونص هذا المكان. اوكي كويس، اخذنا هذا الكيس اللي هو 29، ظلنا كيس ونختم الاكياس. تمام، ننتبه من هاي الاشواك ونيجي من هنا. تمام، ننط هنا ناخذ هذا الكيس، تعال ناخذه. كويس، هيك اخذنا هذا الكيس، ننتبه بس انه مشكلتنا مع احنا مع هال. او متت، ليش متت؟ من وراهم، لانه حاطين يعني صبابة بوجهي. انتبه نطانا، كويس ضلك هسه ماشي، بلاش هدول يفغصوك. تمام، وتيجي من هنا، كويس كويس، هيك وضعنا منيح. ونيجي هنا نستنى هاي العمى تطلع، ونيجي برضه كمان هنا نستنى الاخيرة تطلع، انه هذا المربع يطلع. يلا بسرعة اطلع. تمام، هيك عديناهم، ننتبه الشوكة هاي منيح ما فغصني هذا الاشي اللون احمر وراي. وهنيجي هنا على النهاية، وهيك فزنا في العالم. طلعوا كيف فزنا في الماب. تمام، انا وين محطوط؟ انا بالقائمة، بالهابد. اوه انا اول واحد في الهابد، متخيلين انا اول واحد في الهابد، يعني بهذا الوقت حاليا انه فزت فيه وجبت فيه 16 دقيقة وست ثواني. كويس كويس، خلينا ندخل على هذا المكان وشوف يطلع لنا بالكيس. اوه دخلنا مباشرة، كويس خلينا ناخذ هاي، ناخذ اشيفمنت. اوه كويس، هيك والله احنا اصلا ماخذينه من قبل، بس انه المهم اخذناه هسه وهيك اشي. يلا مباشره خلينا نطلع. فالى هنا يا جماعه وصلنا نهايه هذا الفيديو، اتمنى هذا الفيديو يعجبكم
وهيك جلدنا الكابوي اليوم زي ما انتم ملاحظين البوس جلدنا تبع الكابوي ولعبنا شوية باب كوبات وجمعنا 30 كيس. فاكتبوا لي مبات اذا بدكم يعني العبها في بابلوكس وبس. كان معكم ليث جيمينج 0000 ومع السلامة.